وفي اتصال لقناتي الوطنية مع اللاعب الدولي السابق الونس قواوي مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمة المقال من منصبه، رد فيه على قرار إدارة سوستارا واعتبر نفسه بريئا من تهمة الإخلال باستقرار الفريق. والله العظيم هذا الشيء مؤسف. لي يقول لك زرع البلبله وفوت في كونسي ديسيبلين، انا ما عندي اي علاقه بهذا القضيه. او كونترير، انا لقيت نفسي في واحد اسوسياسيون ما كتف لي يدين، نجي للفندق نلقى الدنيا مكهربه، ما فهمت والو، جي ريان كومبري باسكو ما فهمتش، ما كنتش حاضر. فوالا دونك لاعبين طلبوا من المدرب، انا كي لحقت لقيت لاعبين طلبوا من المدرب باش يعطيهم بروغرام تاع النهار تاع البرومي اوت، قال لهم نبعث لكم في الواتساب، لان احنا نتعاملوا بالواتساب. دونك كل واحد راح في الغرفه تاعو، بعثنا البروغرام، قال لك تبدل البروغرام، كاين حصه تدريبيه على 6. ها هو واش صرا صباح، حنا ما نضناش لان تبدل البروغرام، كي نصبح علمنا باللي الناس راحت، كاين اللي راح لايروبور وكاين اللي ما راحش لايروبور. دونك معظم اللاعبين كانوا في الفندق، انا ما فهمت والو.